بالنسبة للناس اللي كيعانيو من دوالي القدمين أو لدوالي الساقين اللي تيعطيو واحد التورم وكيكون واحد الآلام فظيع، يعني تيعانيو منه الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الدوالي. اليوم غادي نشارك معكم واحد المكون المفعول ديالو كالسحر في علاج الدوالي، مهما كانت يعني قديمة، مهما كانت يعني متورمة وكانت كتعطيك الآلام قوي ومجهد. فهاد الوصفة هذه اللي غنعطيكم اليوم ان شاء الله غادي ترجعوا ترحموني عليها من اول استعمال، غيبان لكم الفرق. يعني غداوموا عليها واحد 3 ايام الدوالي كلها كتزول وكتختفي، يعني داك التخثر ديال الدم ما كيبقاش، يعني هاد الوصفة كتسرح يعني العروق اللي كيكون فيهم الدم متخثر. وهاد الوصفة هذه سهلة وبسيطة والمكونات ديالها غير من المطبخ ديالكم. غادي ندوزو نعطيكم الوصفة على بركة الله، لكن ما تنسونيش احبب من واحد لايك الفيديو، عافاكم شجعوني باللايك ديالكم، بغيتكم كاملين تهبطوا تخليوا لي اللايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. كذلك ما تنسوش خليوا لي شي تعليق زوين في حالكم. وغادي نبداو على بركة الله. اول مكون عندنا في الوصفة اللي هو الثومة، كما كتشوفوا معايا غادي ناخد واحد جوج فصوص ديال الثومة بهذا الشكل هذا، جوج ديال الفصوص ديال الثومة. من بعد غندوزو تشوفوا معايا يعني الوصفة كيفاش غادي نحضروها، طريقة سهلة كما قلت لكم وبسيطة، غير تبعوا معايا لقطة بلقطة باش تشوفوا معايا طريقة التحضير وكذلك الكيفية الاستعمال ديال الوصفة، لأن طريقة الاستعمال راه مهمة كيف ما كنقول لكم دائما، يعني باش تنجح معاك الوصفة خاصك ضروري طريقة الاستعمال تكون صحيحة. غادي ناخدو ديك الثومه وغادي نحكوها كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، غنحكوها مزيان وحكوها في ديك الجهه اللي كتكون رقيقه هكذا باش تخرج لكم ديك الثومه على شكل بوماد. هنا بالنسبه للدور ديال الثومه غادي تسائلوا، ولكن خصكم تعرفوا بان الثومه كتقلل لينا من داك الالتهاب ديال الدوالي. راه كيف الناس اللي دابا مصابين بالدوالي راه كيحسوا بداك الحريق ديال الدوالي اللي كتكون متورمه بزاف، دوك العروق كيكونوا منفوخين بزاف و تيكون واحد الالم اللي قوي. بالنسبه للثومه راه كتفتت لينا دوك السموم الضاره اللي كتكون في الاوعيه الدمويه، كذلك كتحسن لينا الدوره الدمويه او كتنشط لينا الدوره الدمويه، فهي ممتازه جدا الثومه. غادي ناخذوا هاد الثومه غنديروها هنايا، يعني غديروها في شي زلافه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ممكن ديروا حتى 4 الفصوص ديال الثومه. انا هنا كنوريكم غير الطريقه. من بعد ما خدينا المكون الاول غادي ناخذ المكون الثاني اللي هو الكركم، كركم يكون طبيعي مطحون، غناخذ نص ملعقه كبيره ديال الكركم. وغنضيفوه على المكون الاول، كيف ما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه للكركم تيحسن لينا يعني من الدوره الدمويه، يعني مزيان بزاف في هذه الوصفه هذه. ممكن الكركم ممكن تعوضوه بالزنجبيل، يعني الزنجبيل تحكوه حتى هو، يعني ممكن تعوضوه بالكركم. من بعد غادي ناخذ زيت الزيتون، ناخذ واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون كبار، كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. ونخلط المكونات مزيان، من بعد ما غتندمج لينا هاد المكونات من بعد ما غتندمج لينا هاد المكونات غادي ندوزو نشوفو باقي مراحل يعني التحضير ديال هاد الوصفة هادي. وكلها مكونات صراحة سهلة وكلها مكونات عندكم في الدار، غير هاد الخلطة هادي خلطوها مزيان هكا باش ديك
الثومه تندمج مع باقي المكونات، خلطوها مزيان باش الوصفه تجي مزيانه وتعطيكم ان شاء الله نتيجه. من بعد غناخدو خل التفاح، غناخدو ملعقه كبيره ديال خل التفاح اللي حتى هو مفيد جدا للعلاج، يعني الدوالي. سواء كانت عندكم يعني الدوالي في القدمين ديالكم او لا عندكم في السيقان ديالكم، مهم كيكون حتى في الفخذين تيكون بزاف الناس اللي عندهم الدوالي، فهاد الوصفة هذه غتساعدكم بزاف. المهم من اننا نستعملوا خل التفاح هو انه تينشط لنا الدورة الدموية وكيطرد لنا السموم المتراكمة في الجسم وتيخفف لنا وتيحسن لنا من المشكل ديال الالام. من بعد غناخدو الزنجبير او السكنجبير يكون مطحون كما كتشوفوا معايا واحد نص ملعقة كبيرة، وغنخلطوا المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا في الفيديو حتى نتحصلوا على واحد الخليط اللي بحال الكريم. كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، ودابا الوصفة ولات عندنا جاهزة للاستعمال. دابا غندوزو باش تشوفوا معايا الطريقة ديال الاستعمال ديال هذه الوصفة ان شاء الله، باش ان شاء الله تستعملوها وكيف ما يعني هاد الوصفة هذه مجربة وكتعطي نتائج 100%. بغيتكم نتوما تجربوها ان شاء الله وتعطيكم نتيجة. ومن بعد تنطبقوها على المكان اللي عندنا فيه الدوالي ومع واحد التدليك خفيف هكا هكا باش هاد الوصفة هذه تخلينا هكا يعني في المسامات ديال الجلد. يعني ندير واحد التدليك خفيف بهاد الوصفه هذه واحد المده هكا ديال واحد 3 دقائق مزيان دير واحد التدليك. ومن بعد ما غديروا هاد التدليك بهاد الوصفه هذه غتخليوه واحد المده ديال هكا ساعه ديال المكانه حتى لساعه ديال المكانه. ومن بعد غتغسلوه هذيك غتغسلوه يعني تغسلوه بالماء بارد، الماء البارد، لان الماء البارد يعني تيقلص لينا من اوعيه الدم. ويوميا يعني تستعملوا هذه الوصفه هذه وما تستعملوش الماء سخون، لان الماء سخون كيزيد داك الالام وداك الحريق ديال الدوالي. استعملوا الماء بارد واستعملوا هذه الوصفه هذه بشكل يومي، ان شاء الله غتلاحظوا واحد النتيجه في اقرب وقت. وفي امان الله.